قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تحرر جبل القائم مقر 14 في منطقة سدبة غرب مدينة الحزم باتجاه مديرية المتون بمحافظة الجوف، وتستعيد عددا عسكريا كبيرا من مسلحي ميليشيات الحوثي. المقاومة الشعبية في مديرية حيفان بتعز تدمر منصة صواريخ في منطقتهم تتبع ميليشيات الحوثي كانت تقصف بها قرى التربة. ميليشيات الحوثي تقصف قرية الدين في صبير المعادم وقرى مشرع وحدنان في تعز بصواريخ الكاتيوشا، ويتسبب القصف الحوثي المستمر على أحياء تعز والمناطق المجاورة في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين بشكل يومي. تعزيزات عسكرية جديدة للحوثيين مكونة من عدة أطقم تقل مسلحين ذخائر تصل إلى مدينة تعز، وشهود عيان يؤكدون وصول تلك التعزيزات إلى منطقة الحوان شرق المدينة. قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء عبد رب الشدادي يزور معسكر اللواء 19 مشاه المرابط في مديرية بيحان بمحافظة شبوة بعد يوم من وصول قوة عسكرية إلى المديرية استعدادا لتحريرها. المقاومة الشعبية بمديرية ذي نعم بمحافظة البيضاء تتصدى لحملة حوثية حاولت التوغل في أشعاب ناصر ومنطقة جرجرة وتجبر الحوثيين على التراجع بعد تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. القيادة العامة لقوات دفاع البحرين تعلن في بيان لها مقتل 2 من ضباطها المشاركين ضمن صفوف قوات التحالف العربي في مناطق الحدود اليمنية السعودية. سلسلة غارات ليلية تنفذها طائرات التحالف العربي على معسكر الدفاع الجوي وقاعدة الديلمي وأحد الأحواش في منطقة دارس وأخرى في منطقة وادي أحمد شمال العاصمة صنعاء. صدور قرارات جمهورية بتعيين الدكتور ناصر محمد الخبجي محافظا لمحافظة لحج ونصر طه مصطفى مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الإعلامية والثقافية، وعلي منصر محمد مستشارا لرئيس الجمهورية. وزير الخارجية عبد الملك المخلافي يطالب إيران بالتوقف عن دعم المتمردين الحوثيين، ويقول في حوار صحفي إن إيران مستمرة في مخالفة القرار الأممي 2216 والذي يمنع تسليح المتمردين الحوثيين. شركة توتال النفطية الفرنسية كبرى شركات الاستثمار الأوروبي في اليمن تعلن مغادرتها لليمن بشكل نهائي بعد 29 عاما من العمل بالاستكشافات النفطية فيها.